ثلاث أماكن ما تفكرش تزورهم عشان مش هترجع، ولو رجعت هترجع أشلي. بس قبل ما أقولهم، لو أنت لسه مش مشترك في القناة انزل اشترك بسرعة وفعل الجرس عشان توصلك حكايتنا أول بأول. أول مكان هنتكلم عنه هو جزيرة راميري، موجودة في حوض البنغال. الجزيرة دي محاطة بالمياه الضحلة ومليانة بتماسيح المياه المالحة، واللي انت متعرفوش عن التماسيح دي ان متوسط وزن التمساح الذكر 453 كيلو جرام وطوله بيوصل لخمسة متر، وأكبر تمساح اترصد فيها كان طوله 7 متر ووزنه طن تقريبا. وبتتميز كمان بقوة فكها وسرعتها ورشاقتها. وفي حادثة مشهورة قوي حصلت في الجزيرة دي خلال الحرب العالمية الثانية في بداية سنة 1945. كان في فوج من الجنود اليابانيين على الجزيرة دي، جزء صغير منهم على ناحية من الجزيرة والعدد الأكبر من الجنود كان في الناحية التانية، واللي بيفصل بينهم ممر مياه ضحلة أرضيتها طينية. طول الممر ده 12 كيلو متر، ومرة واحدة القوات البريطانية هجموا على الناحية اللي كان فيها عدد صغير من الجنود، لأنهم كانوا محتاجين يعملوا في المكان ده قاعدة عسكرية لتعزيز ضرباتهم وهجماتهم على اليابان. وخلال الهجوم قدرت بريطانيا تحصر الجنود، وما بقاش عندهم غير حلين، يا إما يستسلموا لبريطانيا يا إما يعدوا الناحية التانية من الجزيرة لبقية جنودهم، وساعتها هيضطروا يعدوا الممر المائي اللي مليان بالتماسيح، وقرروا أنهم يرفضوا الاستسلام وأنهم يعدوا البحيرة. ومن هنا الوضع اتحول من سيء لأسوأ. البريطانيين سابوهم يمشوا بكل بساطة، لأنهم كانوا عارفين إن أغلبهم مش هيوصل أصلاً للناحية التانية من الجزيرة، وفعلاً مشوا في اتجاه الممر المائي. ولما وصلوا وبدأوا يدخلوا المية رجليهم بقت تغرس في الوحل، وبقت حركتهم بطيئة وصعب، وبعدها بشوية حصل مد والتماسيح بدأت تقرب عليهم وتاكلهم واحد ورا التاني. كان عدد الجنود في الأصل 1000 جندي، وصل منهم الناحية التانية 480 جندي بس. والحادثة دي مسجلة في موسوعة جينيس بأنها أكبر هجوم من التماسيح على البشر. تاني مكان وهو جزيرة سنتيل، ودي أحد الجزر الهندية الموجودة برضو على خليج البنغال. الجزيرة حجمها مش كبير ومحاطة بالشعب المرجانية ومغطاة بالغابات. الجزيرة بدائية جدا ومش معروف عنها معلومات كتير، لأن سكان الجزيرة بيرفضوا تماما الاختلاط مع أي حد غريب أو مع الحضارة الحديثة عامة، وهم على الحال ده من 60,000 سنة. محدش منهم بيخرج بره الجزيرة ولا بيسمحوا لأي زائر الاقتراب حتى، ولو فكرت تقرب من الجزيرة بيرموك بالسهام لحد ما تموت، وبعدها بياخدوا الجثة ما نعرفش حتى بيعملوا فيها ايه، وبيظهروا عراية على الشاطئ. ومرجح انهم بيتغذوا على الكائنات البحرية، لان الجزيرة بتفتقر للموارد الطبيعية وبيستخدم سكانها شباك الصيد وقوارب التجديف، وبيصطادوا وياكلوا من صيدهم، وبيجمعوا كمان النباتات البرية، لكن مفيش اي دليل على انهم بيزرعوا او حتى يعرفوا يولعوا النار. واي حد بيتوه ويقرب من الجزيرة بيهاجموه ويموتوه. في سنة 1896 مسكوا واحد من المطلوبين للقانون، كان هربان ومن حظه قرب للجزيرة وانتهى مصيره بالموت على ايد سكانها. وفي عام 1974 استقبلوا طاقم صناعي افلام بالسهام، وفي سنة 2006 قتلوا 2 صيادين اصطادوا من غير قصد في حدود المية بتاعته، وكل الاسلحة اللي بيستعملوها عبارة عن شبك صيد وشوية رمح واسهم. وكل اللي معروف عن الجزيرة دي من خلال هليكوبتر بتعدي من فوقهم انهم حوالي 500 شخص او اقل، عايشين في أكواخ أسقفها مايلة ولغتهم غير مفهومة لأي حد برا الجزيرة. وآخر واحد اتقتل فيها كان شاب أمريكي اسمه جون تشاو، كان عنده 27 سنة وقرر أنه يروح ويخاطر ويكتشف المكان، ودفع فلوس كتير جدا لمركب عشان تقربه بس من الجزيرة. وبالفعل راح ونزل في المية في مكان قريب وكمل عوم لحد ما قرب من الجزيرة. وأول ما قرب الصيادين شافوه قتلوه ورفضوا حتى يسلموا جثته للسلطات. ثالث مكان ما تفكرش تزوره برضو هو جزيرة الأفاعي. الجزيرة موجودة في البرازيل وممنوع زيارتها إلا بتصريح حكومي، لأنها فيها تهديد على حياة أي حد يقرب منها، لأنها بتضم أكبر وأكتر التعبين سمية على مستوى العالم، وبيقدر أن كل متر في الجزيرة فيه من تعبين لخمس تعبين. ومن أشهر وأندر التعبين في العالم موجود بكثرة في الجزيرة دي، وهو تعبين الرأس الذهبي أو جولدن لانسهيد. وطبعا الجزيرة تعتبر نقطة جذب للمهربين وصائدي التعبين اللي بيروحوا يصطادوهم ويبيعوهم في السوق
السوداء، وبيتراوح أسعار بيع التعابين دي من 10,000 ل 30,000 دولار. بعد كل اللي عرفته عن الأماكن دي، هتفكر تزور أي مكان فيهم؟ لو الفيديو عجبك اعمل لايك وشير لصاحبك اللي بيحب يسافر ويكتشف أماكن جديدة، واستنونا في حكاية جديدة من حكايات نص الليل. كانت معاكم تيا، أشكركم على المتابعة ودمتم بخير.